تعرف بيت الاستا علاء الخواجه اهو وصورته ايه؟ راجل محترم الله يرحمه ويغفر له ويحسن اليه. تاب مين وراه بقى؟ ثلاث بنات وولد. حبيبه بركه من عند ربنا، وعنده بنته ملك تعبانه بيجي لها صفايح دم من امريكا وكده، وعنده محمد ربنا يخليه له صغير. هما ما لهمش مصدر رزق الا غير المحل اللي كان ابوهم فاتحه. ايه اللي وصل المحل بقى ان هو يبقى في الوضع ده؟ عشان خاطر جوزي كان بيجي قبل الموسم اللي هو الموسم رمضان والاعياد وكده، كان بيبقى عامل جمعيه بنبقى عاملين حسابنا بنجيب بضاعه بننزل حاجات كتير وكده، فلما توفى ما كناش بندفع الايجار الكوي وفي نفس الوقت ما جبناش بضاعه. فكرتي تعملي حاجه تانية او تشتغلي شغلانه تانية تشوفي مصدر دخل تاني؟ هو في ناس قالوا غير النشاط واحنا نمولك وكده، وانا رفضت عشان دي كانت رغبه جوزي ان يفضل عجل، حتى لما الايجار اتكون والمحامي اعمل مشكله معانا صبرت ان انا هديك الفلوس، بس ان انا برده مش هقفله كذا مره فكر اصفيه نفسيتي تتعب. جبنا لك بضاعه عجل، قلنا لك احنا عرفنا برده ان هو لازم يبقى فيه فاتوره، لازم يبقى فيه مكنه علشان تأجر، وقالت نفخ جبنا كل حاجه من فاخ وقطع غيار العجل وكل حاجه، ان شاء الله ده يعني موسمين ثلاثه اربعه لحد ما توقفي على رجلك، بس انا عايزك تعمليهم حاجه، عايزك دايما تساعدي الناس اللي حواليك. خيركم من الناس من ينفع الناس.